حسنا لله حسنا لله سعد عاجز النظر سعد عاجز النظر سعد عاجز النظر ربنا معاك ومعايا سعد عاجز النظر لله يا محسنين لله خسرت 9 جنيه لله حسنا لله حسنا لله سعد عاجز النظر حسنت الاصطباح يا سيادنا حسنا لله هو الطويل بس اللي بيدي القصير لا عرف منين انت استحلتها ولا ايه يا ولد يا حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وبلاش تكسره بخاطر في ساعه صبحيه فك الكيس يا حمصاني ليه خور من قدام الشركه يا ولد لحسن اجيب لك البوليس يعمل لك محضر تشرد وتسول وسوق سودة كمان ولا يا حب صدي بيه بالطيب احسن حسنا لله يا اخوان انا حبهديك طب اقعد انت يا ولد ايه الان حسنا لله انت واخد حسنا لله هو ايه جيبوا يا بيه هذا الحاج الشيزوي انا حبهديك وصلني يا بيه الحاج الو البورصة الدولار كام دلوقتي والاسترليني والين التايواني لا في النادي الاول هكلمك تاني مع السلامة حسنا لله سعد عاجز النظر حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة ربنا يخليكي ويكرمك ويقويكي انت عندك ولاد معي 10 وجدت ماجد كمان خدي ادي يلا يا ست يلا 10 الشحاتة بتخسر يا جدعان عاجز النظر ارحم وعزيز قوم ذل واحوجته مصائب الزمان زكوا عن صحتكم وعافيتكم زكوا عن قلبكم انيالك يا فاعل الخير والاجر والثواب على الله زكوا عن مالكم زكوا عن عربيتكم المرشدش زكوا عن بتلتكم جمالكم ياخد عدوينك يا حلوه اهدى حرام عليكي حرام عليكي انا مش شحات ليه خدي ده جت سيبت ازاي مع اني مش شايف خدي فلوسك خدي حرام عليكي انا مش شحات انا بتفسح عايز حد يوصلني المحطه اركب ليموزين واسافر منها انا ابن ناس انا راجل مقتدر انا ابويا عمده ليه يا ربي ده حرمتني من نعمه البصر ليه يا رب حرمتني من رجلي انا عارفه جدا اسمح لي اوصلك لمحطه الاتوبيس يا ريت ما انتش حامل مواصلات بقول لك ايه خد الجنيه ده واركب لك بيه تاكسي يلا جنيه ايه يا احمياء البصيره انتوا مين انتوا؟ احنا الشرطة اذا كان كده معلش الشرطة في خدمة الشعب خد يا شويش سيجارة 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 يا شويش طب بقول لك ايه؟ الظابط ماقعدش مستنيكم قوم لما اوصلك بقى على تاكسي لا انا طريق من هنا انتوا طريقكم كده يلا بسرعة انا احسن من عليكم يا شويش يا شويش قشطة بالهبل اموت فيك يا حنين انا مش شحات انا شحات الغرائب إذا كان أنت عندك عربية وأنا برضه عندي عربية بس على الأقل عربيتي بالتليفون
يا نهار اسود. عجز النظر عجزوه. اهدى يا معلم. اهدى يا اخويا. عملت ايه يا طرير؟ انا فتاح. المعجزه حصلت. احمدك يا رب. انا فتاح. فتاح؟ انا بشوف. انا بشوف. طب معايا على الاسم يا فتح. طب بس العربيه بتاعتي. معايا. كتر خيرك يا ست هانم. العربيه بس كتر خير. يا ابني يا شروق. مغفلين بتوع الشركه وهو بيشتغل فيها، وقال لي الشنطه دي نقسمها ويلا بينا. بتقول ايه يا جوع يا صايع يا متشرد؟ انا عاصم الاناضولي سرير اشرف العائلات. وانا انا عوكل سعود. انا عوكل سعود سرير اشرف الصحفيين. انا كان ممكن ابقى كويس بس حد مين؟ انا كان ممكن ابقى كويس. ايه العنصري اللي انت حاطه؟ انا الظروف. الظروف هي اللي ما ساعدتنيش يا سعاده البيت. طلعت البنت ايه اللي معامله في الظروف؟ صدقني صدقني الظروف. سيب البيت يا سعاده البيت. انا بجري يا ابني، بجري على 10 فرخات وبطين يا سعاده البيت. انت البيت هيموت في ايه؟ يا متعفن يا نكره. يا انا كان ممكن. قوم يا شويش معقول؟ خد المتساوي ده انت ابوك. يا ابوك انا صغير ما طلش يربيك. يلا يلا استبعد جرد. اودي البطين فين يا بيه؟ انا بجري على الفراخ يا بيه وبطين يا بيه. لواحظ الغجرية آخر زوجات عطوة أبو السعود وجدة عوكة. غزية احترفت الرأس في صلاة عماد الدين بعد جوازها من عطوة. دي وشها يقطع الخميرة من البيت. توفيق أبو السعود والد عوكة نشال ومسجل خطر، توفى من 20 سنة. دي عيلة مقصرة بقى. عوكل ابو السعود وهو عمره 8 سنوات بعد اول حادثة نشل ليه اتقبض عليه ودخل اصلاحية السيدة. شكله يا اخي مش بريء من صغره. هو ده بس كفايه كده، ده اللي احنا عايزينه بالظبط. بس انا عايز اعرف ليه عوكل ده ما طلعش نشال ولا بتوه زي ابوه جدا؟ شوف يا شمراوي بيه، تحريات السرية وملف عوكل في المباحث بيشير الى انه كان نشال ومجرم كمان. لكن ظروفه الصعبة واعباء ابوه وجده وتتبع البوليس له من صغره اجبروه على احتراف التسول. ده هايل ده هايل، ده انسب عينة ادمية ممكن نحقق بيها ضرب بتاعه. ممكن نحنا نديله فرصة عوكل ده عشان يثبت لنا ان الظروف الصعبة بتاعته هي السبب في ضياعه. بس اللي صعب علينا يا مهران ان احنا نخلي واحد زي عاصم الاناضولي ده يمشي في طريق الاجرام. ما تحملش هم يا شبراوي بيه، سيب الموضوع ده عليا.